السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعر الدولار في سوريا الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي من قناتي أنا وحياتي فضلا وليس أمر دعمكم باشتراك وليك الدولار الأمريكي يساوي 13200 ليرة 5 دولار أمريكي 66000 ليرة سورية 10 دولار 132000 ليرة تركية 25 دولار يساوي 330000 ليرة تركية 50 دولار امريكي يساوي 660 الف ليره تركيه ال دولار امريكي يساوي مليون 320 الف ليره تركيه استعرضنا سريعا اسعار الدولار مقابل الليره التركيه من دولار حتى 100 دولار بشكر حضراتكم ربنا يسعد اوقاتكم جميعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمتم في امان الله ورعايته